كابتن الله يخليك. مشرفنا في البيت الكبير، وزي ما قال سام اسم كبير في عالم كرة القدم وخاصة في غزل المحلة. ولو جبنا اسم بس غزل المحلة كده من الأسماء اللي الناس عرفتها، نادي شركة لكن نادي شعبي كبير جدا جدا، وعودته بعد غياب طويل للدوري السنة دي شفته ازاي يا كابتن؟ نادي المحلة زي ما انت قلت له تاريخ كبير، وهو أحد السبع العظماء اللي خدوا الدوري العام. نادي المحلة خد الدوري العام سنة 72-73، وكان متصدر الدوري العام في حرب أكتوبر 73، بس الدوري ما كملش. نادي المحلة وصل نهائي بطولة أفريقيا، كان وصيف. وللأسف ما حصلناش على البطولة، كان قدام كارا بتاع بطل كونغو برازافيل. عمل أسامي كبيرة جدا، ما ننساش الجيل الكبير اللي حقق البطولة، الله يرحمه كابتن السياجي والسيد عبد الجواد، عمر عبد الله، محرز، يعني اسامي كبيره جدا، اسامي طبعاً كبيره، احمد ابو اسماعيل، ابراهيم حسين، عبد الدايم، فؤاد بخيت، البشلاوي، لو عديت عشان ما انساش حد، حنفي هليل، دول حققوا او حفروا اسم غزل المحله بحروف من ذهب. حقيقي. ودول كانوا تقدر تقول الاساس اللي احنا الجيل اللي بعده اللي طلعنا يعني بنيتوا عليهم، بنينا عليهم ولحمنا فيهم وتعلمنا منهم يعني ايه غزل المحله. وطبعا الاب الروح النادي غزل المحله هو الاستاذ محمد حبيب رحمه الله عليه، والد معالي الوزير شريف حبيب. طبعا يعني عمل اسم غزل المحله، ومش في كره القدم بس، وفي الالعاب كلها. فغزل المحله اسم كبير، كان بيصعب علينا كلنا ان في وقت من الاوقات نلاقيه موجود في الدرجه الثانيه ومش عارف يصعد. صحيح. وده ما حصلتش يعني، يعني انا كان ليا شرف ان انا لعبت غزل المحله حوالي 10-12 سنه كلاعب، وبعد كده حوالي 7 سنين مدرب، سواء مدرب عام او مدير فني، يعني حوالي 20 سنه في المحله. وبعدين لفيت لفه كبيره ورجعت تاني مسكت المحله لما كانوا مهددين بالهبوط، والحمد لله وفقت ان المحله تقعد، الحمد لله رجعت. وهنا عايزين نقول حته مهمه جدا يا هاني، انت عارف سهام، ان انت سهل جدا تجيب احسن مدرب في العالم، بس يبقى عندك اداره ما بتحبش الرياضه فيفشل المدرب، وسهل جدا انك تجيب اداره بتفهم، وعندنا امثال كتيره لكده، وبتعرف تدير كويس وتجيب اي حد فتعمل نتائج كويسه والفرقه بقى لها شكل. واعتقد خير مثال على الكلام اللي انا بقوله دوت، ان النادي الاهلي بيعلمنا كلنا وبيعلم كل الانديه اللي عايزه تتعلم واللي عايزه تستفيد، لان انا مش عيب ان انا اتعلم منك حتى لو انا ما بنتميش لك، ومش عيب ان انت تستفيد. النادي الاهلي على مستوى الاداره وعلى مستوى المدربين اللي بيجيبهم، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما هو انت لما تجيب اداره صح هتختار صح. بالظبط.